زيارة صالونات التجميل غرضها التجمل والاسترخاء، ولكن البعض يجهل وجود مخاطر صحية في بعض الخدمات أو العلاجات التجميلية. فمثلاً تشميع الأذن الذي يفترض أنه يزيل الشمع والشوائب والترسبات ويحسن السمع يشكل خطراً كبيراً على صحة الأذن. فإدخال شمعة طويلة بقمع قد أحرق جوفها قد يسبب حروقاً وثقوباً في طبلة الأذن، إضافة إلى حدوث انسداد في قناة الأذن. وهذه المخاطر قد تتسبب في حالات قصوى بفقدان السمع. وينصح الخبراء بالذهاب إلى طبيب مختص لإزالة الزائد من الشمع عند الشعور بألم من انسداد الأذن. أما عن تنظيف أظافر اليدين والقدمين، فاستخدام أدوات تنظيف غير معقمة يسبب العدوى البكتيرية والفطرية ونمو الأظافر داخل لحم الإصبع. وينصح خبراء الصحة العامة باستخدام أدوات تنظيف شخصية لضمان عدم انتقال أي عدوى، ووجوب التأكد من نظافة حوض القدمين. وبالنسبة لعلاجات تنظيف الوجه، قد تحدث ندوبا دائمة وحروقا والتهابا في بشرة الوجه إذا أجريت عند غير مختص. وينصح الخبراء بالذهاب إلى عيادات مختصة بتنظيف الوجه وعدم الإفراط في الخضوع لجلسات التنظيف، واستخدام مرطبات ومواد مناسبة خاصة إذا كانت البشرة حساسة. رشا خياط، العربية.